بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في قناتي الفن ببساطة، وأنا معاكم أحلام شاهين. الشباب والبنات اللي بيحبوا يبتدوا يفكروا في إنهم يتعلموا صنعة، يتعلموا مهنة، يتعلموا أي حاجة بسيطة يبتدوا بيها طريقهم العملي، بجانب طبعا الدراسة أو حتى بجانب شغل لو في شغل، بس عايزة أتعلم حاجة مفيدة أتوسع فيها وربنا يرزقني بعد كده أتوسع فيها وأتعلمها واتقنها. لو في لمحة فنية وروح فنية عندك او عندك، تعالوا نفكر في فكرة المشروع بتاع عجينة السيراميك. قد ايه مشروع جميل جدا جدا جدا. تعالوا نبتدي من الالف للياء، يعني من الاول خالص. مش عايزة اقول مشروع صغير، لان اللي هقوله النهاردة مشروع متناهي الصغر او اقل كمان من كلمة متناهي الصغر. ينفع ابدأ مشروع وانا معيش راس مال؟ هقول لك من المصروف بتاعك، محوشة 100 جنيه، 150 هاتيهم وتعالي نفكر مع بعض. هما 100 جنيه يعملوا مشروع، يبتدوا يعملوا بداية فكرة مشروع وفعلا ممكن يشتغلوا. وهقول لك النهارده على فكرة، ممكن 100 دول لو بدأنا بيهم واشتغلنا نكسب 200 300 عليهم، يبقى أنا كبرت رأس المال بتاعي. لما يكبر شوية أبدأ أكبر وأوسع في شغلي أكتر. طب ال 100 جنيه هيجيبوا لي ايه؟ او ال 150 هيجيبوا لي ايه؟ تعالوا نبص كده. انا هروح عند بتاع البويا او الموان، هجيب منه علبه الغيره دي بحاجه و20 جنيه. وهروح عند العلاف او البقال هشتري منه قد نص كيلو نشا. ايه رايكم؟ ممكن من الصيدليه او من البيت عندي في فازلين. هتقولوا لي لا مفيش فازلين، احنا ما معناش الا 100 جنيه دلوقتي هنبتدي بقى المشروع. هقول لك بلاش فازلين، زيت الاكل. زيت الاكل حلو كده تمام. اعمل عجينه السيراميك ازاي؟ هما الثلاث مكونات دول وبعد كده هلونهم. ايه طريقه عمايلها؟ هحط لكم اللينك بتاع فيديو طريقه عمل عجينه السيراميك في صندوق الوصف، واحط لكم كل الفيديوهات الخاصه بشغلها بعد كده برضو في صندوق الوصف، اللي هي هتفيدكم جدا كبدايه مشروع. اخد كوبايه غيره، سوري كوبايه نشا، عليها كوبايه الا ربع غيره، ومحتاجه معلقه من الفازلين او من اي زيت عندي، او لو زيت اكل حلو جدا. ادخلي اتفرجي على فيديوهات على اليوتيوب، هتلاقي ناس بتحط اضافات كتير. انا هقول لك بصراحه، انا ابتديت بالثلاث مكونات دول وادوني احسن نتيجه. كوباية نشا، كوباية الا ربع غيرة، معلقة زيت او معلقة فازلين، ادوني احسن نتيجة. جيت اتفرجت على فيديوهات كتيرة قوي، لقيت ناس بتحط شمع، ناس بتحط خل وملح، قالك لازم معلقة خل وشوية ملح عشان العجينة ما تخسرش او ما تفسدش. فانا طبعا عملت مرات كتيرة كتيرة جدا، يعني اول مرة جربت الثلاث منتجات دول، بعد كده قلت اسمع كلام الناس اللي بيحطوا خل واللي بيحطوا ملح عشان ما تبصي، لقيتها هي نفس مدة الصلاحية. انا بعملها وبشيلها في التلاجة، ليها مدة صلاحية يعني متوسط ما بين 3 اسابيع تقريبا كده، وهتبدأ الاكياس اللي انت لافة فيها العجينة تبدأ فيها بقع سودة. فلقيتها هي الصلاحية بتاعتها. يبقى دول الثلاث مكونات بتوعي. طب عملتها وعجنتها، عايزة الونها بقى زي ما انت احلام ملوناها كده. انا عاملة الوان كتيرة ولفها طبعا وشيلها في التلاجة في الـ الورق ده اللي هو الاستريتش. الالوان دي انا عاملاها بايه؟ من عند الموان. هتشتري كام لون من الالوان دي؟ اي نوع بقى موجود، جي ال سي او سكايب او غيره، يعني دي الالوان اللي بجيبها. كانت بكام العلبه؟ العلبه كان دهني ب5 جنيه، يعني لو من مكان للتاني تختلف 6 7، انا جايباها ب5 جنيه. لو جيت احسب شويه الغيره على شويه النشا على معلقه زيت اكل من البيت على 4 5 علب من دول، هاتي الازرق والاحمر والاصفر والابيض والاسود، يعني في كام لون كده اساسيين، ومنهم تعملي 10 12 لون. لما بعمل اخلط على بعضه بعمل درجات كتيره جدا جدا من الالوان. طب انا ما عنديش دول، ممكن اوفر ثمنهم؟ ممكن. عندك ميك اب، عندك مكياج، اي حاجه فيه قديمه. اي حاجه فيه قديمه زي ايه؟ صابع الروج القديمه، الاي شادو القديم، ولوني بيه العجينه، مش لازم يعني الالوان اللي انا عاملاها. بلاش مكياج وبلاش الالوان من عند بتاع الدهانات. لو انت حابه تعملي عندك الوان فلوماستر، عندك الالوان الفسفوريه دي ممكن على العجينه والونها. عندك الوان طعام موجوده في المطبخ، حطي ولونيها.
اجمل حاجه في عجينه السيراميك ان انا ممكن الونها باي لون، بتستجيب لاي الوان. عندي الوان اكريليك بلونها، عندي الوان زيت بلونها، عندي الوان ميه بلونها، اي الوان هتمشي مع العجينه دي وتعملي عجينه سيراميك. طب انا لسه ما اتعلمتش ولا حاجه خالص، ايه بقى المشروع اللي انا كده بال 100 جنيه جبت شويه النشا والغيرة وجبت شويه الوان من دول. في لسه باقي من 100 على فكره، يعني النشا والغيرة وكام لون دول ممكن يكون باقي معانا مثلا بتاع 15 20 جنيه. ممكن انزل اجيب بيهم ايه؟ هقول لك، ممكن تنزلي درب البرابره هتلاقي ناس في حاره اسمها المزين بيبيعوا حاجات كتيره جدا جدا للهاند ميد. هاتي ارخص حاجه من هناك. ايه هي بقى ارخص حاجه من هناك؟ هوريكي دلوقتي، تيجي كده فكري فيها. ارخص حاجه من هناك الدبوس ده، ده اللي بتشتريه وبيتحط بربط بيه الاشارب من عند الرقبه كده من تحت دقني. وارخص حاجه هناك ان انا اشتري كيس فيه الدبوس ده، ده دبوس طرحه برضو بس من النوع الايه الطويل، او لو عاوز تجيب الاقصر شويه مفيش مشكله. هاتي دول وتعالي اشتغلي بقى ونبدا مع بعض اول فكره واول مشروع. طب انا لسه ما اتعلمتش اعمل دبابيس طرح بايه؟ هقول لك، انا مره كنت في محل محجبات وجبت لبس، عند الكاشير حاطط كميه علب فيها دبابيس طرح كتيره قوي، انا فاكره ان انا جايبه ده منه. دبابيس طرح اشكال كتيره، يا دوب بصوا دي حته كوره صغنونه قوي ممكن تكون من عجين السيراميك واتحطت في جليتر. المهم، وفي منها وردات، حاطط كميه كبيره من دول. اي حد ليه باقي بيديله بالباقي. اختاري لي كام منديل، كام اشارب، سوري، كام دبوس اشارب الواحد بجنيه، فده الواحد بجنيه. طيب انا ممكن اجيبه بكام من هناك من درب البرابره؟ هقول لك بصراحه انا ما اشتريتش دول وما اشتريتش ده، لكن انا اشتريت حاجه تانية هتبقى اغلى منهم. انا كنت هناك عايزه اشتري العلقات بتاعه الميداليات دي عشان اشتغل عليها واجرب ايدي فيها. لقيت على النت في الصفحات ما بين جنيه ونص واتنين جنيه الواحده، العلقه الواحده. رحت هناك حاره المزين لقيتها بتتباع في اكياس قد كده. بكام يا ابني الكيس؟ ب 15 جنيه. في كام واحده؟ في 50 واحده. كيس ب 15 جنيه في 50 علقه من دي. يبقى انت لو هتروحي تشتري كيس من الدبابيس دي او من الدبابيس دي، انا ما افتكرش انه هيجي ب 10 جنيه. ولو ب 15 حتى زي دي، هيبقى في كم كبير جدا. تقدري بكوبايه واحده تعمليها من النشا مع كوبايه ربع من الغيره، هيعمل لي حته عجينه كويسه جدا. ممكن اعمل شغل ما حصلش على دول وابدا ابيعه، وال 100 جنيه بتاعتي تجيب لي قدها اربع خمس مرات واكتر كمان على فكره. طب يلا يا ميس بقى، سوري انا فاكره نفسي لسه في المدرسه. يلا يا مدام احلام، قولي لنا بقى ايه الفكره اللي ممكن نعملها هنا. هقول لكم ببساطه شديده قوي، ابسط حاجه واسهل حاجه ممكن تتخيلوها. يعني مثلا لو انا خدت من اللون الاحمر ده حاجه، هقول لكم على الطرق كده، يعني ابسط حاجه واي حد ممكن هو يعملها ويتعلمها معانا. انا مثلا هجيب حته من عجين السيراميك، انا ببقى بطلعها من الثلاجه بتبقى جامده شويه يعني. هبدا اخد قطعه كده صغيره وهوريكم اسهل شكل، الاسهل ورده ممكن بتتعمل على الدبوس الابره ده. كنت انا شاريه النوع اللي هوريه لكم ده. حته العجينه دي انا طبعا بس عشان مش عايزه اوسخ المشمع بتاعي ده، لكن حته العجينه دي لو انا بططتها كده فردتها بالشكل ده اهي، طبعا عايزه انت مشمع قدامك وحطيها ولفتها حوالين نفسها بالشكل ده اهي، هي حتى بتبقى صغيره قوي كده، انا شلت منها حته اهي بالشكل ده، ورده صغنونه جدا جدا. وهتجيبي علبه الغير، شوفي الراس بتاعت الدبوس فين، وحط في راس الدبوس نقطة نقطة صغيرة كده من الغيرة، ودخليها في الورداية اللي هي يا دوبك كده حاجة بسيطة، احنا بس لفيناها حوالين نفسها كده اهي. سيبيها بقى تنشف شوية. عملنا أول دبوس، ده الدبوس اللي أنا اشتريته بجنيه، ده اللي أنا شاريه بجنيه. الكيس اللي أنت تشتريه بعشرة خمستاشر ولا 100 200 دبوس من ده عشان تعملي بيها وردة صغننة زي كده ويتباع بجنيه. طيب الدبوس التاني ده عايزه اعمل بيه ورده برضو، اعملها ازاي؟
هقول لك على طريقة تانية بسيطة. حتة العجينة بتاعتي، خدت حتة زي الأولانية كده وططتها كده شوية ولفتها حول نفسها، وبعدين جبت كام دورية، بصوا كام دورية صغمانين كده اهو بالشكل ده، وابتديت افرده بين ايديا على الترابيزة على اي حاجة. والوردة اللي كنت عاملاها في الموديل الاولاني ابتديت اكبرها شوية، بان انا بعمل لها الكام ورقة دول اهو، بفردها بايديا كده وببدأ اعملها. بقت وردة بلدي جميلة وزغنطوطة وحلوة اهي، 4 5 ورقات كده دواير وفردتها اهي بالشكل ده، بقت وردة بلدي صغنونة حلوة قوي قوي. اعمل كمية كبيرة بقى منها بالالوان، اعملي كل الالوان انت عايزاها واعملي كمية كبيرة منها وسيبيها تنشف. وبعد ما تنشف انا كل اللي محتاجاه، لو موجود في البيت عندك مسدس شمع، انا جبت واحدة بقى ناشفة، هبدأ انا لان انا جربت كذا حاجة تلزق الدبوس ده بالوردة الكبيرة دي، ما لقيتش حاجة بصراحة نفعت الا مسدس الشمع، وفعلا اللي انا بجيبها جاهزة من بره بتبقى معمولة بيه. اهي بعمل قطعة شمع كده كويسة وبلزق الوردة، واذا كانوا صغيرة قوي تعملي وردتين جنب بعض في الدبوس. يعني انا كنت شارية منه موديل مش فاكرة والله تمنه، بس كان فيه وردتين جنب بعض وكانوا ملزوقين بالمسدس الشمع. ادي الوردة بتاعتي، انا اخترت واحدة طبعا انا عاملاها من قبل كده ناشفة وعملتها على الدبوس. اي نشيل دي بقى كده عشان ما تنشفش. ادي الميني مشروع اللي بقول لكم عليه، الميني مشروع لو انا هبيع دي بجنيه وده مثلا ب2 جنيه، على اساس ان هو حاجة اكبر شوية، هكسب قد ايه؟ هكسب كتير. راس المال بتاعك هيعمل دورته بسرعة ويبدأ يجمع لك مبلغ، انزل اجيب بيه تاني وابدا اوسع الموضوع بتاعي. دي البدايه خالص، يعني دي بدايه الف ب عجينه السرابيك، يعني الميني ميني مشروع اللي انت هتبتدي بيه. هسوق ازاي؟ هو كتير قوي الناس ممكن تفكر وتسوق. اي بنوته او اي حد مننا اول حاجه ابتدي بيها قرايبك واصحابك اللي معاك في الجامعه، اللي معاك في المدرسه، اللي معاك في الشغل، وابدا سوق لنفسك وبيع. ايه المشكله؟ مفيش اي حاجه عيب، اي شغل شريف مفيش اي حاجه فيه عيب. فياما شفنا ناس زملاء وزميلات كتير قوي بيبيعوا حاجات كتيره وبنرفع بعض وبنشتري منهم. ايه المشكله لما الاقي دبابيس طرح جميله زي كده جايه لغايه عندي هشتريها؟ طيب الورده دي نشفت، الورده دي انا لسه عاملاها، بعد ما تنشف محتاجه بس منك اخر حاجه، عايزه طبقه حمايه. احنا لسه برضو في الف ب المشروع، فطبقه الحمايه هاتي من ضمن المبلغ بتاع راس المال اي نوع من طلاء الاظافر الشفاف، مانيكير شفاف، اي نوع معفن يعني، مش انا اي نوع، اي ماده، اي حاجه، مش هتجيبي لي نوع كبير ولا نوع غالي، اي حاجه هتلاقيه في المحلات وفي الاسواق وفي السباد مع الناس. انا عن نفسي بستعمل الانواع البسيطه خالص دي، لان انا بحط وقت التصوير وبشيله على طول. اي نوع من طلاء الاظافر الشفاف، وابتدي بعد الورد بتاعك ما ينشف ابتدي اعملي طبقه حمايه كده بسيطه تخلي الوردة بتاعتك بتلمع، وتخلي لها حماية. حماية من ايه؟ حماية من المية، من العرق، من الرطوبة، من اي حاجة، تفرق كتير جدا اهي. وياريت طبقة المانيكير بالذات بعد ما تحطيها على الشغل بتاعك وتنشف كرريها مرة واتنين تاني يبقى افضل. بصي اللمعة بتاعتها وتاخد طبقة حماية جميلة جدا، بقى دبوس محترم اهو. ممكن في نص ساعة لو انا قاعدة، نص ساعة تعملي ولا 50 دبوس من النوع ده ومن النوع ده، أكتر كمان. يبقى عشان كده بقول لكم المبلغ بسيط، ممكن دورة راس المال تلف تلف وبترجع لي تاني، 100 يبقى 400 500. طيب دي الخطوة الأولى، عملت حاجات بسيطة خالص أهي وبألوان بسيطة، وحتى عملت بالمانيكير. طب لو ربنا فتحها عليا وابتديت أوسع شغلي أكتر، اقول لك لو هوسع شغلي اكتر بقى ده في خطوات تانية ليها كتير. الخطوات التانية هخليها في فيديو تاني، لكن هحط لكم في صندوق الوصف كل ما يتعلق بعجينة السيراميك. طبعا الاشكال بقى اللي اكبر من كده بتعامل معاها ازاي وبعملها ايه. او سنة اولى هتبقى الدبابيس،
سنة تانية لما نكبر شوية أو إذني هتمشي شوية ممكن أعمل ميداليات بأشكال جميلة جدا وأبدأ أسوقها لنفسي. لو اتعملت ميداليات حلوة جدا، نجحت في أولى وتانية، دخلت سنة تالتة، ادخلي بقى في مشروع مجات. المجات والرسم عليها تحفة تحفة، أنا عاملة ليها فيديوهات كتير هتلاقيها برضو عندي على القناة. أبدأ أشتغل على المجات، أبدأ أعمل إكسسوارات. الإكسسوارات كمان جميلة جدا جدا، في بنات وسيدات عاملين صفحات جميلة الإكسسوري اللي معمول من عجينة السيراميك تحفة. يبقى سنة أولى هي خلصناها النهاردة، سنة تانية ممكن أدخل في كمية ميداليات وأشكال جميلة وتسوقي لنفسك برضو، سنة تالتة ادخلي في المجات، سنة رابعة ادخلي في الإكسسوارات. الناس بقى اللي عليت قوي في عجينة السيراميك يدخلوا كمان في حاجات فنية أكبر، يعني لوحات وتابلوهات جميلة قوي مجسمة من الورود بعجينة السيراميك. يبقى واحدة واحدة. أنا ابتديت معاكم فيديو النهاردة سنة أولى، اللي هي إيه؟ اللي هي الفيديو بتاع المشروع المتناهي الصغر اللي مش محتاج مني أكتر من 100 جنيه أبدأ بيه وعلى بركة الله. ويلا شجعوا نفسكم، واللي بيفكر في أي فكرة أنا متبنية الفكرة دي، اللي فكر فيها ويجربها يعمل لي بس لايك، واللي لسه أول مرة يشوف القناة بتاعتي يتابعها ويحاول يعمل اشتراك في القناة عشان يوصله كل جديد. هكمل معاكم في فيديو جاي بقية الخطوات دي سنة أولى، لكن في فيديوهات تانية هعملها لكم إن شاء الله نبدأ نكمل بيها خطواتنا. أشوفكم بخير، وكل فيديو وأنتم بخير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.